دكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي وخبير التشريعات الماليه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ذهاب. اهلا بيك يا فندم. دكتور عمرو، يعني مش عارف، يعني انت حاسس ان الزيادات دي محتمله للناس ولا ايه رايك؟ انا عارف انه تسعير تلقائي وان احنا خلاص ما بقيناش بندعم هذا الامر وان احنا بندعم الفئات الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه، لكن يعني احب اعرف انطباعك اول ما عرفت الارقام. والله هو يعني زي ما حضرتك تفضلت، يمكن اجتماع اللجنه بشكل ربع سنوي وشكل دوري علشان تعيد تقييم المحروقات داخل السوق المصري، ويمكن احنا على اعتقد على مدار اجتماعين سابقين اللجنه ثبتت الاسعار او زودتها بنسبه قليله عن المره دي، ولكن حضرتك احنا للاسف الشديد العالم كله بيتعرض لازمات اقتصاديه ونواتج تضخم من 40 سنه ما عشناهاش، وعلشان كده وطبعا نتيجه توجه العالم كله لتقليل المحروقات او الوقود اللي بيعتمد على الوقود الاحفوري او نسبه التلوث فيه بتبقى عاليه شويه نتيجه الضرر بالبيئه، فبنجد ان حتى زي ما حضرتك تفضلت البنزين 92 ابتدى يعلى اكتر، برضك 80 ابتدى يعلى اكتر في مقابل 95 اللي هو اقل ضررا للبيئه، وده توجه اعتقد توجه اممي على اعتبار ان هو مؤتمر المناخ نبه للكلام ده، ولكن يعني توجه اممي ان احنا ما نعليش قوي خمسه الاوكتين نمبر العالي، ما نعليش سعره قوي عشان الناس تذهب اليه، تقصد كده؟ طبعا احنا يعني في التوجه دلوقتي لاستخدام الطاقات النظيفه يا استاذ، يعني حضرتك الاستاذ ايهاب، العالم كله بيتوجه لاستخدام البدائل الطاقات النظيفه، لانها للاسف الشديد برضك يمكن بعض اهالينا ما يعرفوش المشكله اللي العالم بيتعرض بيها حاليا في الوقت الحالي، هي فكرة التغير المناخي. يعني يمكن كنا بنقرأ تقريرات عن الدول العربية وخاصة مصر باعتبارها من أكبر الدول اللي تتعرض لشح مائي وغيره وضرر نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، وظل يأثر على الاقتصادات بتاعة الدول. أعتقد يعني لما أنا بصراحة يعني لما شاهدت القرار الصبح أثلج صدري قرار السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدفع حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من على كاهل الأسرة المصرية، وأعتقد القرار ده يا أستاذ إيهاب بيرجعني لسنة من النهاردة، أعتقد في شهر 3 اللي فات سنة 22 صدر نفس القرار بزيادة بذات المرتبات زيادة استثنائية عن معادها الرسمي في نهاية شهر 6 بدل 7 بقت 4. واعتقد كانت التكلفه ساعتها 130 مليار جنيه وصولا لقرار النهارده، وكان طبعا كان في قرار قبل كده بشهر 10، فاعتقد ان القرار هيقلل شويه من القرار لجنه التسعير النهارده او هيبقى اشد او اخف وطئا على كاهل الاسره المصريه. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا دكتور عمرو يوسف خبير الاقتصادي وخبير التشريعات الماليه. أروح